اللحظة اللي مستحيل أني ننساها هو اللحظة اللي برموا فيها الكراسي. بعدين لما خلصت شفتهم كلهم واقفين لي، هذه كانت لحظة وايد حلوة. فرحة كبيرة، فرحة أنه أنا جيت للمغامرة هدية وتحققت. أحسن لحظة عشتها في برنامج The Voice هي صارت عندها بعض الدقائق، أني يعني بعد ما غنيت في البروفا الأستاذ عاصي بيس لي يدي. أحلى تعليق سمعته بالموسم هذا من أحلام، من قالت أنا من 25 سنة ما سمعت هيك صوت. أجمل تعليق حصلت عليه أو كلمة قالت لي السلطان. تعليق أليسا أنه هلا صوتها مرن، وأنه لما قالت زيدا أنه يا ريت تستغلوا خام من صوت هلا في المستقبل حتى بعد برنامج The Voice. أحلى أداء أحلى أداء قول ما بلاش. لا لا صعب انك اصعب حاجه انك تغني قدام مدربك، يعني هذه اصعب لحظاتي. لايف فور بالذات كان اداء ساحق. يوم غنيت اغنيه اغنم زمانك في اللايف اللي راح، هو اداء اغنيه ميادة هي الليالي كده بالفستان الابيض. حسيت روحي بالحق ملكه الثلج. غنيت تركي، غنيت تحدي البشر، كانت رده الفعل تخليني احس اني داخلي أسود تراققون عشان أنا أكثر أكبر أكبر. الحاجة اللي عم افتقدها في The Voice هو أننا ولينا واحد اللمة اللي مثل العائلة، يعني كل تفاصيله، يمكن الفيروم، المسرح، الأوض، حتى الباكستيج، يمكن إحنا عشنا هنا أكثر ما عشنا في بيوتنا الشهرين اللي فاتوا.